تغييرات يمكن اعتبارها جوهرية ضمن المنتخب الجزائري. عبد الحق، لماذا هذه التغييرات؟ وما الذي يمكن أن يحدثه أو يقدمه العناصر الجديدة التي استدعيتها إلى المنتخب الجزائري؟ أنت تكلمتني على استرجاع الثقة، تكلمتني على الرجاء النفسية. الرجاء النفسية يتبعوها الحوايج هذو. أنا مشيت لوسط إفريقيا، نعود المباراة في وسط إفريقيا 10 مرات، نربحوها 10 مرات. هذه ظروف. من المستحيل مدرب يخسر مباراة بالطريقة هذيك ويخلي نفس المجموعة، يا يروح هو يا يروحوا بعض اللاعبين. من المستحيل في مباراة كما هذيك عادة يتنحى المدرب، تصرى مباراة كما هذيك عادة المدرب هو اللي يروح. أنا مدرب كنت جديد، كانوا عندي 4 أيام، لازم حاجة تصرى. سبحان الله، الفريق الجزائري عنده 10 شهور ما ربحش، من جونفي ما ربحش، باقي نفس المجموعة. مانيش ما حبيتش يرجعوا تقاليد الانهزام، قال أنا نهزم ورانا هنا موجودين، وتبقى الناس بعد ما تبقاش المنافسة، متروح المنافسة، يولي الواحد خلاص قال أنا هنا أنا نخسر ورانا موجودين. أنا حبيت الحق هاد اللاعبين اللي غادروا الفريق، راهو مش نهائيا، هذه مش قائمة تاع ماشيين بها كأس العالم. قال خلاص، هذه قائمة تاع مباراة ودية. اللاعبين هذو حبيت نمسهم في شعورهم، الإحساس، حبيت نحسهم، يعني نمسهم في الكبرياء تاعهم، باش هما تكون عندهم ردة فعل إيجابية في الفرق تاعهم، وردة فعل إيجابية الوقت اللي يرجعوا إن شاء الله يدحبوا يرجعوا، باش يرجعوا المنتخب، يبينوا لي، يقولوا لي، يبينوا لي واش يعرفوا يديروا، يرجعوا المنتخب. هذو لاعبين المونديال، البارح كانوا لاعبين المونديال، مش ممكن باش يكونوا لاعبين ضعاف. إذا نحيتهم عندي سبب ضد، يعني ضخ دم جديد في الفريق، نعطيهم فرصة للشبان هذو اللي الباب مسكر عليهم، للشبان هذو باش يبينوا واش يعرفوا يديروا. منافسة شريفة، ندخلوا لاعبين باش لاعبين اخرين يخدموا مخهم، اللي راي هذا مش هذا منتخب راهو تاع 35 مليون جزائري، علاش انا نخسروا وانت موجود؟ خلي نخسروا وانت ماكش موجود. انا نظن هذه عقلية تاع ناس يخموا على المصلحة العامة، ما عندي حتى مصالح شخصية. اللاعبين ممتازين اللي راحوا ويقدروا يرجعوا للمنتخب الوقت اللي يحبوهما، لكن بدون الناس عملت ضجة، والناس يعني شنو في واحد في قائمة تاع مباراة كرة القدم تنحي لعاب ولا تنحي اثنين وتجيب اثنين واحد اخرين باش تشوفهم تصرى هاد القيادة، تقوم عليك القيامة. انا راني مسؤول على الفريق، وانا مسؤول على اختياراتي، نحترم الاختيارات تاع كل الناس اللي تكلموا، وبما فيهم مدربين صحابنا، وبما فيهم الناس يعني تاع صحفيين، نحترم، نطلب يحترموا الرأي تاع المسؤول الأول تاع الفريق حتى. وما كانش مشكل، تكلمت مع اللاعبين، اللاعبين تاعي عندنا بيناتنا يعني الميساج يعني دائما يصير في 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 احسن الظروف. عملنا اجتماعات، كلمت المجموعه تاعي سرا وعلى بالهم، واش قلت لهم على المبعدين علاش، وكلهم مؤيدين ان المنافسه الشريفه لازم ترجع في الفريق، وكل واحد عنده مدني هنا، دوك انا نحكم، يجي واحد اخر من بعد يجيب افكاره. هذه افكار كاين، البصمه تاع المدرب تبان، هذه البصمة تبي يبدا الان الانسان يشوف تغييرات ويشوف واش لازم، كيفاش راهو يشوف الكره، كيفاش راهو يشوف الفريق اللي لازم يكون عنده، وربي يسخر الامام. وهذا ما شاء الله. قبل تعيينك على راس المنتخب الجزائري كان هناك حديث كثير عن عبد الحق بن شيخه، عن شخصيه عبد الحق بن شيخه، عن طريقه عبد الحق بن شيخه في التدريب، عن الطريقه في التعامل مع اللاعبين. الان هناك تقريبا رضا ضمن هؤلاء اللاعبين وضمن طاقم اللاعبين. عبد الحق، كيف تعاملت مع ما حدث، مع الإشاعات التي كانت تكتب، مع الحديث الذي كان يقال عنك؟ كيف تعاملت مع كل هذا مع لاعبين المنتخب الجزائري؟ الارتياح موجود من الوهنة الأولى. الناس حبوا قبل ما ندخل المنتخب، الناس حبوا يعني يوشوه الصورة تاعي حتى يخوفوا اللاعبين. نهار دخلت لقاو اللي يديروه في الفرق تاعهم الأوروبية يسرع معنا،
يعني نظن كانت تكلمت لهم على كلمة سر بيناتنا، قلت لهم يكون كلمة احترام، نديروا كلمة الاحترام ونبنوا عليها الفريق. أنتم ما تحترم المدرب تاعك وأنا نحترمكم، هذا ما بيناتنا عمل. علاش تحترم جون وبول وريشار وفلان ما تحترمش عبد الحق ومحمد وجمال وكمال؟ قالوا لي كوتش احنا رانا لاعبين نحترموا ونعرفوا قانوننا ونعرفوا، قولوا لنا واش لازم هذا مكان. قلت لهم واش لازم، من هذاك النهار الحمد لله ما عنديش الحق، ما عنديش وما خليش باش تكون مشاكل في الفريق، والله الحمد لله لقيت لاعبين منضبطين يخدموا على 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 بلادهم. دوكا مشات مشى يعني الرساله مشات، هذا يوصل لهذا. نظن باللي ما عندنا ما كانش مشاكل انضباطيه في الفريق، ما كانش مشاكل انضباطيه. انا جيت ندير الفريق كما تحب انت يكون من ناحيه تقنيه تكنيكو تكتيك، كاين ظروف اللي لازم تتخدم وتتطلب وقت. من ناحيه المعيشه راهو اصعب حاجه راهو تسيير الرجال، تقدر تسير حشاك الحيوانات تقول له ار يمشي يمشي، لكن الرجال كل واحد يخمم كما يحب. هو اصعب حاجه تسيير الرجال، تسيير الرجال راهو بالحوار، الحوار الوقت كاينه كلمه لا تقول لا، كاين حاجه اللي لازم فيها لا تقول لا، كاين حاجه اللي فيها حوار تحاور، كاين حاجه تقول اوكي اوكي. هذا هو هذه المسيره تاع المجموعه، مسيره المجموعه كتعرفوا اللاعبين كل واحد عنده عقليته، كل واحد يلعب في فريق ما، كل واحد عندهم تقاليد في الفرق تاعهم، اللي في المانيا اللي في فرنسا اللي في الجزائر اللي في ايطاليا، كل واحد عنده تقاليد. انت باش تندمج هذا الشيء كامل تعطي يعني يعني الخطوط العريضه، تعطي الخطوط العريضة ودير يعني لباليز باش كل واحد، والحمد لله ما عنديش مشكل من ناحية. بعد التأهل إلى المونديال حديث كثير كان عبر وسائل الإعلام خصوصا الجزائرية، وصار الجميع يتحدث عن الخطط التكتيكية، وصار الكل مدرب ضمن هذه الفوضى التي حدثت في الجزائر. عبد الحق، كل هذا ألم يؤثر على المنتخب الجزائري حتى اليوم؟ والله يشوف كرة القدم عالم كبير، كان الرياضة في عالم وكرة القدم عالم واحد آخر، نظن كان غير في كرة القدم اللي الناس تقدر تنتقد، تمشي عند أنا الدكتور يعمل عملية جراحية ما نقولوش علاش عملت هكذا وعملت هكذا، الطاقة لسوق الطيارة البيلوت تاع الطيارة تقولوش علاش تطلع هكذا وتطلق لي غاز لكن في كرة القدم مسموح لأنها عالم اجتماعي سياسي اجتماعي أكثر منه كبير كبير كبير.